بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله البطاطس باللحمه والصوص الاخضر او البطاطس بالسلق. اول هنبدا نجهز السلق. عندنا حله على نار هاديه هنحط فيها ربطه سلق، هنكون شايلين العيدان بتاعتها، هناخد الاوراق بس، وربطه كزبره خضراء برضه هناخد الاوراق بس من غير العيدان. وطبعا الكزبره والسلق يكونوا مغسولين ومتصفيين كويس. بعد كده هنغطيهم لحد ما ينزلوا ميتهم وحجمهم يقل. وخلاص كده السلق والكزبره نزلوا كل ميتهم والميه قلت فيهم جدا ولونهم اتغير معانا. بعد كده هنضيف معلقه كبيره سمنه وهنغطي الحله وهنسيبها لحد ما السمنه تسيح معانا تماما وتسخن جدا. وخلاص كده السمنه ساحت معانا وهنعلي النار شويه. وعندنا 5 فصوص ثوم صحاح هنحطهم وهنفضل نقلب الثوم مع السلق والكزبره لحد ما ياخد معانا الثوم لون ذهبي. وخلاص كده الثوم لون معانا وبقى طري. هنطفي النار وهو سخن هنجيب ايد هون وهنطحن الثوم كويس مع السلق. وخلاص كده الثوم اختلط تماما مع السلق وكمان كل اللي لازق في الحله طلع. وخلاص كده خلطه السلق جاهزه معانا، ونفس الخلطه بنفس الطريقه بتتعمل مع القلقاس برضو. وهنشيل السلق من الحله ونخليه على جنب. بعد كده هنحط في الحله قطع لحمه باي كميه، ودي اللحمه اتسلقت واتحمرت، او ممكن نحط لحمه مسلوقه على طول عشان تكون مستويه معانا كويس. نحط على اللحمه معلقه صغيره سمنه وتكون النار متوسطه. بعد كده هنحط على اللحمه بصله متوسطه وهنحط عليها الملح والفلفل وهنقلبها لحد ما تدبل معانا بسيط. بعد كده هنحط 3 وحدات بطاطس متقطعين وهنقلب البطاطس كويس. بعد كده عندنا كوباية عصير طماطم مضروبة في الخلاط مع معلقة كبيرة صلصة طماطم معلبة وهنضيفها. نضيف كمان حوالي كوباية مية وهنقلبها كويس وهنغطي الحلة وهنسيبها لحد ما البطاطس تستوي والصوص يتسبك معانا. وخلاص كده البطاطس استوت معانا والصوص اتركز شوية. وهناخد معلقة كبيرة من السلق اللي جهزناه وهنحطها على البطاطس. وباقي خلطة السلق ممكن نشيلها في الفريزر عادي ونستخدمها في أي وقت تاني سواء مع قلقاس أو بطاطس. وهنقلب تقليب خفيف عشان البطاطس ما تتكسرش. وهنهدي النار على الآخر وهنغطي الحلة وهنسيبها حوالي 3 دقايق وبعد كده بتكون جاهزة معانا. وخلاص كده البطاطس جاهزة معانا، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا.